انطلاق المباراة مشاهدينا الكرام بصفيرة عمرو شوشان، والكرة الأولى في مناطق النادي الإفريقي ترجع من الدفاع مباشرة إلى تماس، كرة أولى والتماس ينفذ أليو سيسي يلعب مع أونانا، لعب يعني أعطى الإضافة في اللقاء الكأس الإفريقية أمام سانكو وسامبي، يسدد جانبية أمامكم على غرار غازي العيادي وبسام السرارفي، والكرة في دفاع الملعب الجبسي ياخذها مليك توري، والهجوم لصالح النادي الافريقي، مليك توري والركنية، الدفاع يتدخل عن طريق اكرم سيسي، نعرف خطورة هذا اللاعب، شوفوا المراوغة اللي قام بها مليك توري على الجهة اليسار، والدفاع يتدخل، يرجع اسامه الحدادي، التوزيع تضرب في الدفاع، ترجع لاسامه الحدادي يلعب مع مليك توري، يدخل داخل منطقه الجزاء، يسدد والكره فوق المرمى، فرصه لصالح النادي الافريقي عن طريق مليك توري، والتوقيت 19 دقيقه، شوفوا الاعاده، اسامه الحدادي يلعب مع مليك توري، يدخل داخل منطقه الجزاء، يسدد فوق المرمى بقليل، مليك توري، اليو سيسي اليو سيسي يصعد يوسع، والدفاع يدخل، كرة كانت في دين الحارس، ما كانش ثم تفاهم بين الحارس والمدافع سيف دقاء، شوفوا الإعادة، توزيعة ممتازة جدا من اليو سيسي، يخرج لها الحارس سيف الدين الشرفي، ولكن انجاجي كان بين ظفرين يعني من اليو سيسي، ممتازة أحمد حسني، أحمد حسني ما فماش تسلل، يعمل مراوغة، أحمد حسني ينتظر زملائه يوسف الفوزاعي، فوزاعي تسديد والكرة تضرب في مهدي الوذرف، ترجع دائما لصالح الملعب الجبسي، اليو سيسي يعطي للفوزاعي، يوسف الفوزاعي يوزع، والدفاع يدخل، وتسديد، ومازالت العملية خطيرة لصالح الملعب الجبسي، جانبية، الكرة جانبية، الكرة جانبية وخطيرة جدا، العملية الأخيرة كانت من اليو سيسي في موقع المهاجم اليو سيسي، الكرة الراجعة، ولا شوفوا الإعادة، هذه نهاية اللقطة، التوسيعة كرة ترجع من أسامة الحدادي، ثم التسديدة الأولى تضرب في الدفاع، ما تخرجش الكرة، ياخذها أحمد حسني، يعاود يخرج الكرة، قلت اليو سيسي في موقع المهاجم. قبل دقيقة ونص من نهاية الوقت البديل، التعادل دائما سلبي في هذه المباراة، شاهدنا فيها بعض الفرص في الشوط الأول، يعني مستوى عموما يعني ما كانش خايب الحقيقة في الشوط الأول. تابعنا بعض اللقطات وبعض العمليات السريعة خاصة من فريق الملعب الجبسي، والمخالفة لصالح النادي الافريقي، أسامة الحدادي يلعب مع عبد القادر الوسلاتي، يعطي كرة لبوبكر ديارة، التسديد والهدف الأول لصالح النادي الافريقي، الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة يعني دقيقة 48، هدف ممتاز جدا من بوبكر ديارة اللاعب المالي ولعب وسط الميدان. بالنسبة لفريق النادي الافريقي، شوفوا كيفاش تخرج الكرة، تو نشوفوا الإعادة عند تنفيذ المخالفة، وبوبكر ديارة لاعب شاب دولي مالي، كرة من أسامة الحدادي لعبد القادر الوسلاتي، شوفوا كيفاش يعني يهز راسه، يشوف بوبكر ديارة في موقع مناسب، الترويض الموجه والتسديد ومغالطة الحارس سليم الرباعي، شوفوا الكنترول أوريونتي بتاع بوبكر ديارة، يخلي كرة على ساقه اليمين ويسدد. كرة نصف طايرة على يسار الحارس سليم الرباعي، أمامكم الدولي المالي الشاب، مباشرة لدفاع النادي الإفريقي، حاول أسامة الحدادي قبل التماس يخلط على الكرة، أسامة الحدادي والعبد القادر الوسلاتي يلعب مع بسام السراف، بسام السراف، بسام السراف يدخل داخل منطقة الجزاء، خطيرة العملية، يخرج كرة ممتازة لعماد المنيوي، ويدخل الدفاع، تبقى للإفريقي تسديد، والهدف الثاني ممتاز، الهدف الثاني عن طريق عبد القادر الوسلاتي، هدف ثاني بالضبط في دقيقة 25 في الشوط الثاني، يعني دقيقة 70 في المباراة، النادي الافريقي يضعف النتيجة عن طريق اللاعب عبد القادر الوسلاتي، قلت لاعب يعني عنده عديدة، شوفوا العملية بسام السرارفي والإضافة الكبيرة اللي قدمها، كيدخل يخرج كرة ممتازة جدا في مرحلة أولى لعماد المنيوي، والمنيوي ما يتمكنش، ثم متابعة دفاعية، يعاود يخرج كرة، عبد القادر الوسلاتي قلت عنده تسديد من بعيد، فراب مرة أخرى من هذا اللاعب، وهدف ممتاز لعبد القادر الوسلاتي، هدفين مقابل صفر،
ولا يعني النادي الافريقي يضعف النتيجه هنا في اولمبي جيبس بالذات بهذا الهدف اللي تشاهدوا فيه مره اخرى. هدف ممتاز ويعني شفتوا الفراب نتاع عبد القادر الوسلاتي كما زميله ابو بكر ديراء مع شوط الاول اللي افتتح بها النتيجه. ثم الهدف الثاني كره لصالح الملعب الجيبسي يحاول ولا ضربه جزاء ضربه جزاء والانذار ضربه جزاء للملعب الجيبسي بعد العمليه الاخيره سيف تقع. شوفوا الاعاده توزيع ولا ثم عمليه الدفع من سيف تقع وضربه جزاء ضربه جزاء لصالح الملعب الجيبسي. النتيجه هدفين مقابل صفر وضربه جزاء معطى جديد في هذه المباراه. نعرف لهدف ثاني يعني باش يعطي وضعيه اخرى لفريق النادي الافريقي في المباراه، ولكن كيف كيف ضربه الجزاء ربما تكون معطى ايجابي لفريق الملعب الجيبسي. قلت انا الشوط الثاني باش يكون اكثر تشويق واثاره من الشوط الاول. ننتظر اذا ضربه الجزاء لصالح الملعب الجيبسي. يوسف الفوزاعي لاعب اختصاصي في الكرات الثابته بالنسبه للملعب الجيبسي وجه لوجه مع سيف الدين الشرفي. ننتظر اذا تنفيذ ضربه الجزاء. الحكم يامر كل اللاعبين بالخروج من يعني مناطق الجزاء منطقه ال 16 متر و50 باش تكون يعني تنفيذ ضرب الجزاء صحيح وقانوني. يلزم الملاعبيه الكل خارج الخط نتاع منطقه الجزاء. وكما قلت يوسف الفوزاعي وجه لوجه مع سيف الدين الشرفي. يوسف الفوزاعي يتمكن من تسجيل الهدف الاول. الهدف الاول والتسجيل الفارق بالنسبه لملعب الجيبسي 2-1 والدقيقه 73 يعني بعد 3 دقائق فقط. دقيقة 73 يوسف الفوزاعي أمامكم الإعادة إغالة الحارس سيف الدين الشرفي ويتمكن من تسجيل الفارق للملعب الجيبسي 2-1. مباراة أخرى والعماد المنيوي معاه محمد بن ترشا. ثم الفوزاعي يحاول يخرج كرة لأحمد حسني معاه الحدادي يخرج كرة إلى تماس يلعب دول مجازفة أسامة الحدادي. التماس ينفذ بسرعة كرة عند أحمد حسني يلعب مع الفوزاعي يعود يمرر. لا الدفاع يدخل وعلي الهمامي وأليو سيسي لكن معاه في المتابعة مليك توري يأخذ الكرة. الهجوم المعاكس للنادي الافريقي. عبد القادر الوسليتي صاحب الهدف الثاني. كرة عند علي الهمامي علي الهمامي ولا ما ياخذهاش اليو سيسي تبقى للافريقي. بسام صرافي تمريره ممتازه مليمتريه وتخريج منياوي والهدف الثالث. الهدف الثالث في صالح النادي الافريقي عماد المنياوي. شوفوا بسام صرافي تمريره مليمتريه وتجي الكره لعماد المنياوي لا يترك الفرصه تمر ويسجل. دقيقه 75 يعني الاهداف تتوالى في ملعب جابس. عماد المنياوي جا دوره هذه المره والهدف الثالث للافريقي 3-1. شوفوا الإعادة للهدف ممتازة جدا. 3 أهداف عن طريق التسديد ونحب نركز على الكرة نتاع السرارفي. شوفوا بسام السرارفي تمريرة مليمترية لعبد القادر الوسلاتي في داخل منطقة الجزاء يعطي كرة يخرج كرة ياسر ممتازة عماد المنياوي والتسديد مرة أخرى فراب كذلك مزيانة من عماد المنياوي يسجل بها الهدف الثالث لصالح النادي الأفريقي 3 أهداف مقابل تكمل. ما زال تقريبا 10 دقائق و يعني ثم أعصاب متوترة الحقيقة وكذلك الجماهير هنا بالطبيعة مش راضي على مردود الفريق ولكن ليس بهذه الطريقة. يعني يقولوها بكل حب يزينا منك اللغة نحبوا الشاهد والمشاهد وكلها لأنه نشاهدوا فيها الحقيقة يعني في كل تقريبا في المباريات الكل قاعدين نشاهدوا في رمي المقذوفات ونشاهدوا في التصرفات هذه ولكن بكل حب نقولوها للجماهير راهو تضر فريقك اكثر من لا تنفعه وقت اللي تقوم بتصرف مثل هذا وانت غاضب على اداء فريقك. يعني 3-1 ماهوش ناقص يعني الفريق
باش الجماهير بالطبيعة تتصرف بمثل هذه الطريقة، لأنه التصرف هذا باش يزيد الطين بلة وباش يتعاقب الفريق ويتعاقب الملعب، وهذا ماهوش شيء طيب لفريق الملعب الجيبسي ولكل الفرق الحقيقة. قلت هذه المشاهد قاعدين نشاهدوا فيها باستمرار في أغلب الملاعب نتاعنا. هكا